السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي الأعزاء في فيديو جديد من ليجسي اوف ديسكورد. لا مش ليجسي اوف ديسكورد، جي فور جي بقى. ايه الأخبار، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا تمام. في حدث جديد، تحديث جديد حصل، حاجة أشبه ببرج الخلود، بس بقى مش برج خلود، بيدي هدايا كويسة. فكرة الحدث دوت ان انت بتجيب المتحولات اللي معاك وبتحارب بيها وحوش. يعني في برج الخلود انت اللي بتحارب بايدك، لكن هنا بتجمع الحيوانات، مش المتحولات بقى، بتجمع الحيوانات بتاعتك وبتخليها هي اللي تقتل الوحش. فانا مثلا هنا اعتقد يعني ان كل وحش له قوة تحمل، ماشي، وقوة التحمل دي الوحش بيقدر يجددها بعد مدة معينة. فأنا معايا هنا، أنا مفعل كام؟ مفعل أو مجهز 5 وحوش، تمام؟ فأنا هحاول دلوقتي أخش على البرج العاشر. أنا ده اختصرت كل المراحل دي وقلت بلاش، كفاية كده، ما اختصرش من غير الشباب. وبعدين موريكو برضو الهدايا اللي اديها لي في الشنطة، بيدي هدايا كويسة جدا على فكرة. بيدي الحاجات اللي هي دي، هوريكم، استنوا، الجواز دي خدين بالكو كويسة جدا. وبيدي قطع حيوانات. قطع حيوانات ايه بقى؟ زي ما انتوا شايفين كده، بيتهيألي ان دي الحيوانات اللي هي تبع التجهيز بس. يعني الصندوق ده يحتوي على الحيوانات اللي بتتجهز فقط، وطبعا باستثناء الحيوانات الحمراء. يعني في حيوانات هنا بتتجهز مش هيديك ده ومش هيديك ده، انا والله اعلم بصراحة مش عارف، بس اللي بيتهيألي يعني ان هو بيديش غير الحاجات. هنشوف دلوقتي، هنشوف، هنجمع ان شاء الله تاني وهنفتح كام صندوق قدامكم. انا فتحت دلوقتي معاكم 5 صناديق، كل القطع اللي جات لي ما فيهاش حاجة حمراء خالص، او ما فيهاش قطع حيوانات حمراء. بس تعالوا ندخل البرج العاشر ونجرب ونشوف شو راح يصير. طبعا عندي اقوى مهارة اقدر اضرب بيها هي مهارة السندر، الحيوان بتاع السندر. بصوا يعني جابت نص، مش عارف اللي حصل كده. المهم يعني، فمهارة السندر ادي اول وحش، عندي 3 وحوش بيضربوا فيه. ادي بس كده مات؟ لا ما ماتش لسه، هو موت لي وحش وانا ايه هحاول السندر انشف. بس خلاص انتهى الموضوع كده. احنا الوحوش دي والله قوية يا اخي. والله ليه شوقة، ماشي. الحيوانات تعبت. يعني لو دخلت بالسندر ده دلوقتي بيتهيألي انه مش هيبقى جدد الاتش بي بتاعه، او مش هيبقى جدد الصحة بتاعته. بس انا هخش تأكيدا للكلام. لا صدق جددها، مش عارف والله ايه يعني ايه السهم الاحمر اللي بيبقى عليه ده، بس اكيد هنكتشفه يعني في المستقبل. تهيأ ان احنا ممكن ما نكملش كده. يا خبر ابيض، ده ايه ده؟ ده قوي جدا، ده غبي جدا، ده خلاص انتهى الموضوع. استنى يلا مش مشكل، العودة الى المدينة. هو صعب شوية، صح؟ صعب شوية. تعال نجرب تاني كده برج الظلام، بس بقى هنشيل السندر ونحط ايه ده؟ في ايه؟ هو موجود اصلا؟ طيب هنشيل السلابيون ده ونحط فيكسير. الفيديو حاضر اهو، اصور اهو. اصور اهو يا جيمي، حاضر. ماشي، ندخل نجرب ال3 حيوانات. احنا تقريبا غيرنا الوضع خالص، فندخل نجرب البرج العاشر. يلا بسم الله. فيرست سكيل، لا ده رخم، ده رخم وتقيل. ايه ده؟ لا لا لا، ده غير معقول يعني، انا مش فاهم ايه ده، ايه الرخامه دي؟ طب هنا لو جيت هنا عمل ايه اللي هيحصل؟ طب لو انا مش فاهم والله، انا
من الفيديوهات القليلة اللي بعملها لكم يا شباب وانا مش فاهم حاجة. بس يا هو ما امتى ده خدت بالي. يلا قشطة ماشي. المهم كده دخلنا في البرج الـ 12. احنا عايزين ناخد صندوق بقى خلاص، الوحوش دي تعبت. انا نفسي افهم السهم الاحمر ده يعني ايه، مش فاهم. انا مش فاهم، يا ريت اللي يعرف السهم الاحمر ده يعبر عن ايه يقول لنا يا شباب. هو اكيد حاجه وحشه، عشان كده انا مش ايه، مش هستخدمه يعني، مش هدخل وحش معايا عليها سهم ايه احمر اللي تحت. في يومي هنا طبعا مش عارف اليومي ده وضعه ايه، اول مره بتبقى ببلاش، بعد كده اللي عايز تحصل عليهم تاني بتاخد ابتدى ب 300 جوهره. بس انا هحاول يعني اعدي البرج ده كمان. تعال نشوف الحيوانات، يمكن السهم ما فيش. ما علينا، يعني ايه نشر الاليف ده؟ تعال نبص، تدوس كده، ايه الكلام ده؟ مش فاهم حاجه. ظل وحش، السهم الاصفر يمثل عداد كامل مضاعف الضرر العالي. السهم الازرق عداد متوسط. فهمتش اي حاجه. ماشي، ندخل البرج الـ 12 اللي وارد جدا ان احنا هنخسر فيه. لا ده احنا هنخسر بالثلث، دودج، هنخسر بالثلث. المشكلة بقى هنخسر امتى؟ هل دلوقتي ولا بعد شوية؟ هوبا، السندر جدع برضو، السندر عامل شغل. تقدرت عليه؟ لا مش تقدر. كل سنة وانت طيب، كل سنة وحضرتك طيب. مفيش امل. طبعا هنا هندخل، انا اخر البرج الـ 12، انا اصلا معرفش انا عديت الـ 11 ازاي، بس ما علينا يعني. تعالوا بقى يا شباب اوريكم حاجة. طبعا هنا الظل، انا مش فاهم طبعا البتاع ده، اوعدكم لو فهمت هقول لكم. طبعا جاي اتكلم عن الموضوع كده على طول وانا مش فاهم، بس قلت الحق اتكلم يعني واوريكم الايفنت. شفاء الظل. طيب ندخل في حيوان محترم، يعني حيوان اصفر مثلا كده. شوفوا بقى، انا كده اللي فهمته من الموضوع ده ان دي سكيل، دي سكيل بتاعت المتحول، بتاعت قصدي الحيوان. السكيل بتاعت الحيوان جوه برج الظلام، بتقدر تطورها من هنا تمام عشان تعرف تعدي مراحل كتير وما يموتش بسرعة برضو في نفس الوقت. فالسمات دي سمات برج الظلام. هنا الصحوة دي يعني دي تعتبر ميزات أساسية، هتطور في الصحوة هتزيد طبعا البي ار بتاعك، زائد ايه عند حضرتك هنا الضرر الفيزيائي للأعداء زيادة 150%. طبعا دي الضرر الفيزيائي للأعداء اللي هو قصده بيها داخل برج الظلام تمام. قيس على ذلك كل الحاجات بقى اللي موجودة هنا، يعني مثلا هنا لو جيت زودت تطوير الصحوة هتزودك 900 مش عارف مراوغة كذا 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 والكلام ده، بالإضافة للميزة اللي هتزودها في المرتبة 3 هنا لما تدخل برج الظلام تمام. نظام حلو يعني ولذيذ، عجبني بصراحة، حاجة كويسة. معانا كام تطوير اهو، شيل. والله انا شايف ان اللعبة بتطور من نفسها وده شيء جميل ويفرح. اتمنى الفيديو يعجبكم، وان شاء الله هيكون فيديو تاني مفصل بخصوص برج الظلام دوت بقى، مش اي هبل كده. تعالوا ناخد العيد مع حضراتكم، ناخد ايه، انا زعلت مفيش دايموند. يلا مش مشكلة، اتمنى الفيديو يعجبكم وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد مفصل بخصوص برج الظلام، والسلام عليكم.